وسهلا. يا صباح الخير. اهلا وسهلا ساره. صباح الخير. بنحكي عن البيوت والتصاميم الحديثه والتكنولوجيا، خبرينا شوي قديش احنا فعلا صارت التكنولوجيا جزء لا يتجزا من حياتنا لدرجه انه صارت تدخل بديكور بيوتنا. تماما، صار جزء لا يتجزا نهائيا لدرجه انه نحن صرنا ندخلها بكل تفصيله في الفيلا او بالبيت، يعني لدرجه انك تقدري تتحكمي بكل بيتك عن بعد. فالتكنولوجيا صارت كثير شغله حلوه. خبرينا شوي هيك عن خفايا هذا الموضوع، اسرار وقصص. طبعا اسرار، وفي عندك كثير خفايا واسرار. اول شيء انه نحن ممكن نحن نتحكم بكل البيت مثل ما حكينا قبل، انه عن طريق تفتحي الستاير تسكري الستاير، الاضاءه، حتى الاضاءه انت بتقدري تتحكمي بدرجه الاضاءه، كيف الموبايل انت عندك درجه السطوع 100% 70%. نفس الشيء بالنسبة للإضاءة، للشاندليرز، للسريات، للسبوت لايت اللي هي إضاءات بسيطة ممكن نحن نتحكم فيها 70% 60% على حسب المود. أحيانا نحن بنحبها كتير بسيطة، أحيانا بتحبيها كتير تكون إنه خف... لاحظنا حتى قوية. في البيوت العصرية قام يلاحظون أكثر شيء على الإضاءات، إن الفوكس تكون على 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 أثاث معينة أو على صورة معينة. قمنا إحنا نقدر نتحكم بهذا الفوكس، يمكن نعطيها أهمية أكثر في هذا اليوم أو نخفي عنها الضوء. صح تماما. وحتى ممكن نعطيها انه نحن نعير هيدا الشيء، مثلا انه انا مثلا بدي المسا هاي اللوحه تكون مضوايه بلون احمر، مثلا هاي اللوحه بضويها بال اي دي بلون ازرق ثاني مره. فكل مره انا ممكن اتحكم فيها على حسب المزاج اللي نحن حابين فيه. يعني حتى الهيكل الخارجي للفيلا ممكن نحن نقدر نتحكم فيه باضاءات مختلفه. مثلا عندنا العيد الوطني مثلا في الامارات، ممكن نحط كامل الاضاءات بالوان العلم الاماراتي، وبنفس الوقت نحط سبيكرز وبتقدر تطلع النشيد الوطني الإماراتي مع الألوان، فبيطلع كتير حلو وبيتعير مثلا بالفترات اللي نحن بدنا إياها تشتغل. والله فكرة حلوة الصراحة. قبل أكل عندنا فرح في البيت ولا شيء، عندنا عرس، نلعب في السيستم شوي ليتات برا شوي داخل وبرا. طبعا مزبوط. بس أنا بما أنك تكلمت سارة عن سطوع الألوان ونسبة السطوع، أنا أول ما يعني وعيت على الدنيا وكنت أعرف أنه اللايت بيتخفض وبيرفع، كنت اشوفه بس بالمسرح اللي هو الديمينج. أيوة. تتعير. تتعير من المسرح لديكور البيوت. صح. سبب رغبه الناس اليوم عن 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 هاي المفاتيح ولعب. وحتى صارت هلا وصلت انه هي مفاتيح الكهرباء هي عباره عن تاتش مثلها مثل الموبايل. صح. فنحن بنقدر نتحكم بتاتش، وبنفس الوقت البروجرام مثل ما حكينا بنقدر نتحكم فيه عن طريق الموبايل. يعني مثلا انا مسافره برا البيت، بقدر مثلا شيك على الاطفال، شوف شو عم بيساووا، حتى ممكن برمج السيستم يحكي معهم، ابعت مسج على السيستم والسيستم يحكي معهم، يقول لهم تي في اون تي في اوف، خلص وقتكم روحوا دراسة. هالقصص هاي بنقدر نتحكم فيها ونبرمج السيستم على نحن ما بنحب. صح. ومن الخاصية كمان أنا شفتها مش مؤخرا، بقالها فترة وكمان بشجع بيها جدا، أنا نفسي حتى أقدر أن أنا أعملها، هي السنسورز، أنه يكون بيتك كله ماشي بالحساسات. أنه بس أدخل غرفة النوم السنسور يعرف أن أنا موجودة، يطلع لي التخت بتاعي، يولع لي النور، يولع لي إضاءة المراية. بشوف أن ده كمان سارة بيوفر علي أنا ماديا. بيت ذكي. تماما. هيدا أساسا البيت الذكي هو كتير بيوفر ماديا، مثل ما حضرتك قلتي أنه أنت بس تدخلي بيشتغل الضوء، بس تطلع بيطفي. صح. فانه هاي كتير خاصيه حلوه، انه خلص انه انت ممكن تنسي الضوء، او حتى الاطفال بالليل حابين ينزلوا على الدرج، يعني صحوا بالليل رايحين. صح. مثلا بالبيت، فلا شعوريا خلص عم يشتغل الضوء لهم، فهن بيمشيهم بطريقه مريحه. يمكن يوفر الطاقه بعد اكثر شيء، يعني ما نضطر نشغل الليل طول اليوم. اكزاكتلي. في صور كمان احنا شايفين على السكرين نماذج للتصميم، نقدر نتحكم في البيت. يا ريت لو تشرحي لنا عنه. نقدر نتحكم بالبيت طبعا من كامل الاتجاهات، مثل ما احنا شايفين بنتحكم بالاضاءه، بنتحكم بالسبيكرز، بنتحكم بالتكييف، حتى ممكن نحن نشغل سخان المي، ممكن حتى البول، احيانا المسبح ممكن نشغله تبريد وتسخين، ممكن نتحكم في الحديقه اللي هي الحديقه مثلا عندي اضاءات خارجيه ممكن انا اطفيها وشغلها هاي الاضاءات، ممكن الووتر فيوتشر مثلا جدار فيه مثلا مي، نحن هاي المي نشغل نشغلها ونطفيها. النوافير في البيت نعير ايمتى حتشتغل وامتى حتطفي. النوافير
النوافير انا بشجع الفكره جدا، مع انه مش معظم الناس بتلجأ لها ساره النوافير بشكل يعني عام. هي حسب الستايل اللي نحن رايحينه، ممكن النوافير الكلاسيك تروح على الفيلا اللي اكثر هي كلاسيك، مدخلها يكون كلاسيك، بس ممكن على المودرن نروح على الووتر وول، الشلال المائي اللي هو بيجي من الجدار دايركتلي. بس ما بتتخيلوا يا جماعه انه لحتى الواحد يكون عنده البيت الذكي رح يكلفوا الموضوع مبالغ يمكن كثير عاليه. لا لا لا، صارت هي ممكن قبل هيدا الكلام كان ممكن مكلف، مثل وقت الاول ما نزل التليفون كان كثير غالي، بس هلا مع مر الوقت صار له حوالي 10 سنين في السوق، صارت الاسعار مقبوله، اسعار جدا مقبوله يعني ومتوافره لكل الطبقات بصراحه. يعني بنقدر نركبه بطريقه بسيطه، يعني مش ضروري تكون كوستلي او كثير كوست على الاشخاص، على اساس مريح لهم. حلو، يعني شي 10 سنين بتصير كل البيوت ذكيه. اكزاكتلي نحن بلشنا فيها بكل البيوت تقريبا حاليا. ما تحس الموضوع فيه ريسك شوي؟ كل مرات احنا نخاف اذا تخترب الجهاز يخترب او الباب يخترب. فيها سيفتي اكثر اذا صار فيها اي تاتش، ملامسه للماي، ملامسه مثلا كونتاك كهرباء او شيء، فيها سنسر اوتوماتيكلي رح تطفي وبعدين انت يدوي بتشغلها. فيعني ما فيها اي خوف. امانه جدا، ما فيها اي مشاكل. ترى ده درج ولا هيدا لاندسكيبينج؟ انت هون طريق درج ممكن حاطين، هي اوريدي بس التايل بورسلان مركبينه على الجرين، على الستاير حلوه جدا. مثل الممشى يكون تقريبا، يعني قعدة عشاء مميزة. هاي قعدة كتير حلوة، قعدة مالديف. نحن أساسا دخلنا المالديف لبيوت هون كتير بطرق كتير حلوة وذكية، اللي هي مثل ما قلتي، مثل ما شفتي اللاندسكيب، الحديقة، كيف طريقة المشي، كيف إنك تمشي بطريقة حلوة، المي حواليتك، فأنت دخلتي كمان بطريقة ذكية الأماكن اللي حبيتيها برا البلد بتدخليها على بيتك. تحسي بعد يعطي الجو ترتيب أكثر للأشياء اللي تكون إلكترونية، تحسي شغلها تكون أنظف ومرتب أكثر للعين. تمام صح، بتعطيك اكثر اناقه للمكان. أناقة أكثر. حتى طيب احيانا اوكي ممكن انا اكون بوافق الراي انه اصمم بيتي على طريقه تكنولوجيه وتقنيه، بس لكن ما بتلاحظي ساره انه هناك في مشكله يمكن نوعا ما عند المستهلكين لهي التكنولوجيا بتنسيق الالوان او الديكور؟ صار في بالنسبه للاضاءه، سواء اضاءه مختلفه متعدده او اشياء ثانيه بالتكنولوجيا، هل بيواجهوا نوع من المشاكل بتناسق الالوان نوعا ما؟ هلا اكيد لا، ما في تنسيق الالوان على ذوق كل حدا، يعني بشكل عام اي حدا، حضرتك ممكن تحب اللون الابيض للبيت، ممكن تحب بمكان مثل ما قلنا قبل تعطي درجه مثلا ابيض مع سطوع اصفر شوي، احيانا بتحبوا ازرق زهري احمر، على حسب كل حدا طبعا، فهذا ما بياثر على الاذواق، على الالوان انه تلخبطوا ببعض. ما تحس ان التكنولوجيا متقيده دائما مع الستايل الحديث في التصميم او مع الكلاسيك؟ بتحسي انه في فرق؟ ما في فرق، على حسب، ممكن نحن يعني ندخلها على الكلاسيك بطريقه بالاضاءه الصفراء اكثر مثلا، بالحديث الاضاءه البيضاء ممكن شوي اصفر خفيف جدا، فما لها علاقة، ممكن نتحكم فيه على حسب الستايل، ما اي مشكله. راحت الاضاءه اكثر مؤخرا ان هي تكون اخف واهدأ، ده الموضه او الشياكه. بس شفتوا مؤخرا انتشر فيديو عن روبوت بيغسل مواعين، يمسح لك المطبخ، يعمل لك كل حاجه، يشتغل كل شيء عندنا. انا عايزه واحد مبدئيا. بس كلمينا عن الموضوع ده ساره، انه في حاجات يعني معينه تعودنا عليها طول السنين اللي فاتت ان احنا اللي بنعملها بايدينا، دلوقتي اصبح انه حتى في روبوت بيطبخ كمان. تماما، لانه هلا اغلب النساء صار كلنا نشتغل، فنحن بصراحه ما دار في وقت، ففي حلول لازم لهيدا الشيء، اللي هي الغساله، اللي هي الروبوت اللي صار يشتغل، اللي هو اي تفصيله صغيره، حتى يعني الاسره وكيف ممكن الجلسه تفتح وتعطيكي الكوب، تحطي الجلاس، تحطي تتحرك، تعطيكي اريحيه للتشير. صار في قصص كثير، تكنولوجيا جديده تعطينا اريحيه لحتى يعني فعلا يروح الواحد على بيته يرتاح. مع العلم على فكره انه يمكن لليوم الناس بتعاني من قصه الزوايا المقتوله بالبيت. صح. بتحسي ما بتعرفي شو بدك تتصرفي، ما بتعرفي كيف بدك تعملي حركه بهي الزاويه، كيف بنقدر نستغل هذا الموضوع بوجود التكنولوجيا؟ طبعا على حسب نحن كل زاويه وين هي، ممكن نحن مثلا مثل ما قلنا نحط شلال مي، اذا كانت حديقه مثلا نحن شايفينها زاويه مقتوله، بالعكس نحن ممكن نضوي عليها بطريقه كثير حلوه، شلال مي، حتى مثلا جرين وول، لوحه صغيره، على حسب مثلا اذا زاويه ممكن تسع شيء، ممكن انا احط فيها كرسي وطاولة صغيرة للانتظار، فعلى حسب نحن شو هي المكان نحن بنحاول نحن نعطيه الخدمة اللي ممكن تساعدنا فيها. صحيح، يعني
مثل ما احنا شايفين كمان على السكرين سارة، بعتقد انه بما انه موجود في موبايل او ابلكيشن للجسمه، خلينا ندخل على التطبيقات اللي بتستخدموها انتم بالتكنولوجيا. هل هي تطبيقات موثوقة الفعالية، هل انه ولا انتم مثلا تعملوا تنزيل او ابديت كل فتره؟ صح لها كل فتره هي ابديت. هي تطبيق بينزل على اي موبايل مثل الايفون سامسونج، بننزله تطبيق فعال ما في اي مشاكل، طبعا فيه جارنتي، وكل فتره بصير له تحديث مثل التليفون. كل فتره كل شيء جديد انا بقدر جدد على السيستم اللي عندنا في البيت، مثلا بنجدد شيء جديد على السيستم، بس بنعمل له ابديت وعلى اساس هالشغلات الجديده بنضيف عليه. بيتك بايدك. بس في سؤال، بما انه كان عن التطبيق، اذا انا كنت برا الامارات وبيتي بالامارات، هل ممكن اتحكم بالاضاءه مثل ما ذكرنا قبل انه انت بتقدر تحكي مع اولادك انت وخارج البلد، تقدر تسكر لهم الستاير، تفتح لهم الابواب، تقدر يعني قد ما بتتخيل بتقدر تسوي في البيت. يعني حتى السنسر انت وقتها بخبرك انه في شيء صار في البيت، انت ممكن دايركتلي تتصل بحدا او تسكر تقفل الابواب، او فيك تتحكم ببيتك باي طريقه انت بتبرمجها في بالك، على اساسها بيصير البرنامج مثل ما طيب. انت بتتخيل. ساري بس خطر لي قصه، اذا التحكم عم بيكون عن بعد، هل هذا بيلغي التحكم اليدوي؟ اكيد لا، في حال نحن حبينا نخلي اليدوي لازم يضل، ما عندنا اي مشكله، لانه ممكن الاطفال بيحبوا اليدوي مثلا، او حتى الكبار في السن ممكن يحبوا اليدوي. نحن شوي الجيل الجديد اللي عم يطلع عم بيحبوا تكنولوجيا اكثر، والتاتش والموبايل وهالاساس، بس لا نحن ما بنستغني عن اليدوي، فممكن نخلي يدوي وممكن لا. يعني على حسب البوابة بيقدروا أهل البيت يفتحوا الباب عادي. تمام أكيد. بس مش ملاحظين إنه كل اهتماماتنا دائما بيكون داخل المنزل؟ يعني قليلة اللي بتركز إنه الباركينج هيكون شكله عامل إزاي، الحديقة برا هيكون شكلها عامل إزاي، هعمل بول ولا لا، هعمل مرجيحة حط مرجيحة برا. فأنتي قولي لي إيه الجديد بقى التكنولوجيا تدخلت في ده، في إيه حديث سن بالذات في حديقة المنزل؟ Exactly. هلا مثل ما حضرتك ذكرتي الباركينج، إنه مثلا نحنا الباركينج من شوي كنا عم نحكي على سنسر، إنه نحنا أول ما ندخل على باب الباركينج ممكن الباركينج لوحده يفتح لنا يقرأ البليت نمبر، ممكن على الكاميرا نعطي البليت نمبر فقط، ما يدخل غير الكارز اللي نحنا بدناهم. فعلى الأساس ممكن هاي التكنولوجيا دخلت على الموضوع، مثل ما حكينا مسبقا على النوافير، على الماي، على نظام سقاية الحديقة خارجا، على إضاءة مثل ما ذكرنا كمان. ففي كتير طرق، حتى عندك البول ممكن نحنا نسكره أو نفتحه، يعني نعطي نظام سيفتي إنه مشان الأطفال في حال غيابنا إنه يكون هو فل مسكر، مثل أرضية أي أرضية مثلا باربيكيو، نحنا الغاز في حال صار فيه ليكج يعطينا مثلا وورنينج على التليفون انه صار في عندنا ليكج في الغاز مثلا بالباربيكيو اريا، على حسب كل شيء بنبرمجه وبنعطيه. ودور الكاميرات وين راح اذا تكلمنا على اطفال وعلى السكيورتي؟ اول شيء نمبر 1 هاي لازم تكون في كل بيت من الداخل ومن الخارج. تطورت زين علم شوي، تطورت كمان اظن قبل نشوف حين كاميرات تتحرك بروحها، يمكن تلفي صارت هي نفس الكاميرا تتحرك دائره بشكل كامل، تقدر تشوف، يعني ما في داعي نحن نصير نحط كاميرات كثير وتتبع الشيء اللي يمشي وتتبع وتعمل زوم عليه وتاخذ كل، يعني بتقدر تلقط اللقطات اللي انت هي بتحتاجها. فنحن ممكن كاميرا تنتين مثلا في مساحه كثير كبيره بتغطي لنا المكان كله بطريقه كثير حلوه، وبنفس الوقت في عندنا ريكوردر تسجيل، وفي حال حبينا طبعا نشوف شو اللي صار، نشيك على الاطفال، حتى لو انت مثلا بعد ساعتين بدك تشوف شو اللي صار مع اولادك بتقدري تشوفي الريكوردر على التليفون انت ومسافره. حلو جدا الموضوع ده، يعني ما بقى فيهم يتشاؤوا بغيابك، ما بقى كل شيء صار مراقب. حبيت والله. طبعا كثير حلو التكنولوجيا، كل ما عم تتجدد ويصير شغلات جديده، فشي كثير حلو انه نحن ندخله على بيوتنا بهالطرق الحلوه. ساره طبعا احنا مبسوطين جدا بالافكار اللي انت طرحتيها النهارده وبزيارتك لينا، نورتينا، وان شاء الله مش تكون اخر زياره ان شاء الله. شكرا. بس في حاجات ثانيه بقى في البيت لازم نسالك عليها، بس تحت خلينا بيوتنا، في بيتنا ما في تكنولوجيا.